المجلس الوطني الاتحادي يرى أن جميع جهاتنا ومؤسساتنا الاتحادية والمحلية وكذلك القطاع الخاص وبالأخص مؤسسات الإعلام هي شريك حيوي وأساسي له في كل نجاح وإنجاز. لذلك جاء اليوم تتويج الامتنان والتقدير الكبير والشكر اللي يحمل المجلس الوطني الاتحادي لجميع هذه الجهات ولشركائنا الاستراتيجيين، ولأن نجدد العهد في مسيرة الحمد لله طويلة من العطاء تشاركنا وتضافرت فيها الجهود اللي نحقق من خلالها إنجازات تصب في ريادة دولة الإمارات في كل المجالات وخاصة في مجال العمل البرلماني. وطبعا نخص أيضا بالشكر والتقدير الكبير جميع مؤسساتنا الإعلامية والإخوة الإعلاميين اللي يعتبرون من أهم شركائنا الاستراتيجيين، لأنهم يستطيعون إيصال صوتنا وهم جسر التواصل أيضا بيننا وبين المجتمع، وهم أيضا بعد مرآة للمجلس سواء كان في داخل الدولة أو خارج الدولة، وكانت تغطياتهم لجلسات المجلس واجتماعات لجانة وحلقاتنا النقاشية، زياراتنا الميدانية وكذلك زياراتنا الخارجية كانت عامل كبير في إنجاح كل جهودنا. لذلك منهم الكثير اللي قدموا من الوقت والجهد ما ندين لهم بالفضل فيه.